طلال سلمان، من لا يعرف صاحب هذا الاسم إنه العروبي على طول الخط نحو فلسطين وقدسها. صنع جريدته السفير في بيروت لتكون جريدة لبنان في العالم العربي وجريدة العالم العربي في لبنان، صوت الذين لا صوت لهم، وإن احتجبت عن الصدور قصراً فإن صاحبها طلال سلمان ظل صوتها الذي لا يتعب. هو ضيف هذه الحلقة من برنامج فلسطين في عيونهم ليروي لنا فلسطين. أهلا وسهلا بك أستاذ طلال سلمان في هذه الحلقة من برنامج فلسطين في عيونهم. بداية، كنت من الصحفيين المنحازين لفلسطين والعروبة، كيف ترى فلسطين اليوم في خضم الحركات السياسية العربية والعالمية؟ أولا، أي مواطن عربي غير منحاز لفلسطين والعروبة بلد أحسن، يعني بيكون هو طالع من أمته طالع من قضيته. الصورة اليوم ليست زهرية اللون، بائسة كما هي حال الوضع العربي بشكل عام. نهض الوطن العربي لفترة وعشنا آمالا عريضة وأحلاما أعرض بمستقبل أفضل، ثم انطفأت الأحلام واحدا إثر الآخر، ولكن بقي الإيمان بقدسية القضية، قدسية الأرض، وبقدرات الإنسان العربي بأنه يستطيع أن يفعل أكثر بكثير مما فعل. ونحن الآن في القعر، ولكنني واثق أن هذه الأمة ستعود إلى النهوض، لأنها إن لم تنهض تندثر وهي محكومة بأن تحيا. الأوضاع العربية بائسة جدا، بائسة إلى حد أنها لا تستولد من داخلها أملا، أنه انهيارات في كل مكان، الدول تكاد تندثر، مصر غايبة عن وعي، ليبيا اندثرت، سوريا غارقة في دمها، العراق غارق في الفوضى غير معقولة. لذلك نستمد الأمل من الماضي أكثر مما هو من الحاضر. هذه أمة عظيمة وعريقة، وقد مرت عليها محن أقصى، مر عليها الصليبيون، ومر عليها التتار، ومرت عليها كل أشكال الاستعمارات الغربية والشرقية. استعملنا يعني استذكرنا الاحتلال التركي، حاولوا شطب اللغة العربية فاستعصت، حاولوا شطب الهوية العربية فاستعصت، حاولوا ضرب المشاعر المشتركة بين العرب. الآن لو صدر النفير بتحرير فلسطين ستذهب جماهير هذه الأمة وتذهب بسلاح أو بدونه نحو تحرير فلسطين. ذكرت من شوي أنه عايشين على الأمل طبعاً. وعايشين على أمجاد الماضي والأمل. ما الذي ممكن أن يستنهض هذه الأمة من جديد؟ وأين ترى إيديولوجيات المقاومة اليوم؟ عم نحكي عن المقاومة الفلسطينية طبعاً. أنا مؤمن بالإنسان العربي، مؤمن بهذا الإنسان العربي في فلسطين تحديداً، الذي لم يتوقف يوما عن النضال. وإذا كانت الضفة الغربية قد قمعت فغزة موجودة، وغزة تخرج كل جمعة بأطفالها ونسائها ورجالها وتقاوم باللحم الحي، وكذلك بالضفة بين يوم وآخر هناك عمليات بدائية، وهناك يعني مجابهة بين المواطنين العزل نساء وأطفالا ورجالا وجيش الاحتلال الإسرائيلي. الأمل من فلسطين
فلسطين ينبوع للأمل ولن يتوقف هذا الينبوع. ثم أن هذه الأوضاع لابد أن نصل إلى قعر الأرض ثم ننهض من جديد كما حصل في الماضي. فلسطين ستكون المهماز أو المحفز أو الشعار المقدس للنضال. طبعا الآن نحن في المنخفض، في تقريبا في نهاية المنخفض، ولكن بالتأكيد هذا الذي يحدث في غزة على وجه التحديد يعني هو أشبه بشرارة ستشعل النهار في كل الأرض العربية. قد تكون الطريق طويلة نسبيا، ولكن طالما هناك ضوء في الأفق يهدينا فالمسيرة مستمرة. وطالما أن هذا الشعب لا يزال يستمر في المقاومة يعني طبعا. إنه أستاذ طلال، تركت بصمات واضحة وذات مهنية عالية في عالم الصحافة، أين ترى قضية فلسطين اليوم في الإعلام العربي والعالمي؟ أولا أظن أن ليس هناك إعلام عربي، هناك إعلام قطري ملكي أميري جمهوري أحيانا حزبي، ولكن ليس هناك إعلام عربي بالمعنى الحقيقي للكلمة. هناك إعلام كياني قطري ضيق طائفي مذهبي، بس إعلام عربي بالمعنى الحقيقي ما في. هل هذا يعني أنه القضية الفلسطينية لم تعد خبر رائد في أو خبر أول اليوم في الإعلام؟ نحن في فترة انحدار وانكسار. أول ضحايا الانحدار والانكسار قضية فلسطين، وعلامة نهوضها فلسطين. لا يمكن طمس قضية فلسطين، لا يمكن أن ننسى العرب والمسلمون منهم أو عامة قضية فلسطين. ليس الموضوع موضوع المسجد الأقصى وكنيسة القيام، فلسطين كل فلسطين. الأمل من أن هذا الشعب برغم كل الكوارث التي يلحقها الاحتلال الإسرائيلي بالأرض وبالشعب، بالعجائز وبالصبايا بالشباب وبالرجال، فهو ما زال حيا وما زال يخرج كل يوم جمعة إلى الشوارع يهتف لفلسطين العربية فلسطين الحرة. طبعا مؤامرة دولية وشاملة تكاد تكون شاملة من أمريكا إلى أوروبا إلى العرب، وهذا هو الموضوع. ولكن لا مستقبل عربي بلا فلسطين، وهذه الكيانيات العربية ستصطدم بالناس. أستاذ طلال، جريدة السفير كانت صوت الذين لا صوت لهم، كان شعار جريدة السفير منذ تأسيسها في العام 1974، كانت صوت الفقراء، صوت المقاومين، صوت المظلومين. أين هو صوت الثورة الفلسطينية اليوم؟ موجود ولا يغيب، موجود في الأطفال، في النساء، في الرجال، موجود داخل فلسطين، موجود خارج فلسطين، موجود بالعالم كله. هذه قضية يعني صحيح أنها فلسطينية عربية، ولكنها أيضا أممية دولية، لأنه طبيعة الاستعمار اللي أخذ فلسطين طبيعة أممية. يعني مش بالمصادفة أنه أول دولتين اعترفوا بإسرائيل الاتحاد السوفيتي وأمريكا، ثم توالت الاعترافات. بطبيعة الحركة الصهيونية اللي هي متحالفة مع الإمبريالية، اللي هي متحالفة مع الاستعمار القديم، هي أممية وفرضت نوع من الأممية على قضية فلسطين. فلسطين اليوم بتخص كل مواطن حر في أي منطقة في العالم. بتطلع مظاهرات أمريكا اللاتينية، بتطلع بفرنسا، بتطلع بريطانيا، بتطلع فضلاً عن الوطن العربي، فضلاً عن العالم الإسلامي. قضية فلسطين ليست لا تخص الفلسطينيين وحدهم، طبعاً تخصهم أولاً، بس لا تخصهم وحدهم، تخص كل العرب في كل ديارهم، كما تخص الإنسانية جمعاء. والتعاطف اللي عم يصير مع قضية فلسطين عم يتوسع 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 بالعالم، في مظاهرات ببريطانيا وبفرنسا وبأوسلو
دنمارك وين ما كان، صارت قضية إنسانية فيها ظلم إنساني، فيها ظلم غير طبيعة الاستعمارية للكولونيالية للاحتلال الإسرائيلي، في ظلم إنساني. كل إنسان يعني مرهف عنده إحساس عنده كذا بيحس إنه هذا اعتداء على كرامة الإنسان مش بس على الفلسطيني وحده. بعدين هذه الأرض المقدسة، هذه اللي مقدسة عند المسيحيين وعند اليهود وعند المسلمين، وكانوا يجوا يحجوا المسيحيين على القدس طبعا، والحروب الصليبية صارت تحت ذريعة المسيحيين يحجوا بالقدس الشريف. هذه قضية ما بتنتهي، لأنه قضية متعلقة بالوجدان، متعلقة بالتراث الإنساني، بالإيمان، الإيمان بالأرض، الإيمان بالمقدسات، وبالتالي ما فيها تبلعها إسرائيل مهما صارت قوية، مهما صار عندها أساطيل جو وبر وبحر. القضية قضية المشاعر الإنسانية، الفكر الإنساني، اليقين، الإيمان بالأرض. هاي الأرض يعني هي بتعطي الهوية. هذا اللي جاي منه من أوروبا، أوروبا الغربية خاصة أو أوروبا الشرقية أو أمريكا، هذا ما عنده هوية الأرض. هذا أي صار فيه خطر جدي عليه وعلى حياته بيحمل حاله بيرجع مثل ما كان. صحيح. فالعيوب عنا عند العرب مش في فلسطين يعني. طبعا مع الأسف يعني زمن طلال سلمان كان زمن الصحافة الحرة وانتظار الرأي العام لكتاباتك في على الطريق، كانت الناس دائما متشوقة يعني لتنتظر على الطريق لتشوف شو كان يكتب طلال سلمان في زمن الكلام الحر. هل سكت طلال سلمان عن الكلام المباح بعد أن أقفلت جريدة السفير أو أقفلت جريدة السفير؟ لا طبعا لم أسكت، وعندي موقعي وبكتب كل يوم تقريبا. طبعا يعني بالنسبة لي، وبعتقد مثل عم تفضل، بالنسبة لك جمهور كبير جدا من القراء، السفير خسارة وطنية وقومية. بس يعني شعب موجود وأنا عم بكتب على موقعي، في آخرين كتاب ومفكرين وأصحاب رأي عم يكتبوا. قضية فلسطين ما كانش بتوقف علي شخصيا، أنا واحد من اللي كتبوا من أجل فلسطين، عملوا من أجل فلسطين قد ما بقدر. بس بعد الحمد لله في أقلام كتير شريفة ونظيفة وبتكتب مشان فلسطين، سواء بلبنان أو بسوريا أو بالعراق أو مصر أو في كل مكان. هذه قضية ما بتموت، قضية ما بتموت. أولا مرتبطة بالدين وبالهوية والقومية وبالعروبة وبالأرض، ما في شيء بيلغيها، ما في شيء بيلغيها. يعني اجوا الاتراك وفلوا، اجوا الصليبيين وفلوا، اجوا الفرنسيين وفلوا، اجوا الانجليز وفلوا، اجا انواع وشتى من الاستعمار وفل. بالاخر الارض لاهل الارض، ما حدا بيقدر ينزع هويه الارض من اهلها. صحيح صحيح. استاذ طلال، هل لك ذكريات فيما كان يعرف بالتواصل الثقافي والاجتماعي بين لبنان وفلسطين؟ طبيعي. يعني ماذا تحدثنا عن هذه؟ اولا كان في اسر تحرير السفير عدد من الاركان الاساسيين من فلسطين. بلال الحسن من فلسطين، رسام الكاريكاتير العبقري ناجي العلي من فلسطين، كان معنا باسر التحرير 5 6 من فلسطين. بعدين عملنا ملحق فلسطين بفتره معينه بالثمانينات التسعينات، كان يصدر مرة بالشهر ملحق خاص عن فلسطين، كان يصدر كأنه مجلة يعني ملحق. فلسطين في الوجدان وعلى سن القلم والضمير، يعني بدون فلسطين الواحد بحس حاله بدون قضية وبصير كأنه كاتب محترف بس يعني، أو كاتب مأجور. الحمد لله أنا مش من نوع. قضية فلسطين بالوجدان وبالضمير وعلى سن القلم بالعين وبالضم بخلاجات القلب. يعني إذا قدر لطلال سلمان أن يزور فلسطين، أي مدينة سيزور ولماذا؟ وهل زرت فلسطين يوما؟ كنت أزور فلسطين،
ذهبنا عند قيام أول مجلس وطني فلسطيني وكان انعقاده في القدس وفي شهر أيار، منتصف شهر أيار 1964. ذهبت إلى المطار فالتقيت مع زميلي الكاتب العظيم الراحل غسان كنفاني، وطلعنا على الطيارة. لما صرنا قرب عمان قال لي أنا أكيد بيرجعوني. قلت له أنا المهم وصلنا على مطار عمان، فأمرنا الضابط، أمر يعني جندي أو حد أنه خذوهم على الرمتة. طبعا عمان كان محكوم إعدام بالشام، أنا كنت ممنوع من دخول سوريا، فرفضنا اثنين ولا جينا بالطيارة بنرجع بالطيارة. منين أجيب لكم طيارة؟ بعدين إجا ضابط أعلى فتفاوضنا بالآخر سمحنا نروح على معنا شاويش طويل عريض هيك وعيونه زرق وشوية شوية. قال له وصلهم على مديرية المخابرات وهون يتصرفوا. أخذنا على مديرية قال له للضابط وباش أرجع؟ قال له دبر راسك إن شاء الله بترجع بصاروخ. فصفن هذا فكر بالصاروخ، لا مش ظابط، قال له والله سيدي بصاروخ ماني راجع. المهم بعطونا على فندق قريب من مبنى المخابرات وحطوا حارس على الباب كل شوي يدق لنا ناموا. ثاني يوم الصبح الساعة 5 الصبح دق لنا على الباب يلا. طلعنا بتاكسي على المطار داكوتا على القدس، قلنا خي هلا بالقدس بنتصرف. فأول وآخر مرة بحياتي بشوف القدس، شفتها من الجو ونزلنا بمطارها. من بعيد بس شفتها. من الجو ونزلنا بالمطار واشتريت كم شغلة تذكارية، وبعدين يلا على الطيارة كمان طلعونا ربطونا على الأحزمة ورجعنا على بيروت. هاي المرة الوحيدة. بس يعني فلسطين بوجداني بضميري بعيوني بقلبي. أنا وعائلتي كل بالسفير كانت يعني هي الفلك اللي مندور فيه. بتعرف تحكي فلسطيني أو بتفهم اللهجات الفلسطينية أو بتقدر يعني أو بيعلق براسك كلمات معينة من اللهجة؟ ترجمها للعربي. ترجمها للعربي ليش؟ يعني مثل ما قالوا اللبنانيات في 15 لهجة لبنانية بنفهمهم، بنفهم الفلسطيني مثل ما بنفهم المصري اللهجة المصرية مثل ما بنفهم السورية. في كلمة معينة بتعلق براسك؟ يا خوي. يا خوي. ناجر علي وخيتي. وخيتي. خيتي. أنا بعتبري أخوهم كل شيء اللي خيتي. بتعرف شيء عن الأكلات الفلسطينية عن المطبخ؟ لك علاقة بتحب طبعا أكل. كنت أسمعهم يعني. وطبعا معزوم على عند اخوان فلسطينيين كثير يعني باكل الاكلات الفلسطينيه. شو اكثر اكله اكلتها عند اصدقائك الفلسطينيين؟ المسخن. المسخن. قولي هذا الخروف كلنا بناكل خوريز يعني بس مسخن. المسخن. استاذ طلال، الاحتلال الاسرائيلي يسارع في السنوات الاخيره الى انتاج اعمال دراميه وثقافيه وفنيه لكي يجعل من خلال مفهوم التطبيع مستساغا. أين نحن العرب من هذه الخطط؟ بفهم أنه واحد مطرب مهم كذا الأخير راح وغنى لشعب فلسطين وغنى يعني بقدر اتساهل معه، أو راحوا عملوا فيلم عن فلسطين نفسه. بس هذا الحزك مزك رأي جايين وبحجة أنه هو يعني عم ينصر شعب فلسطين بيقدر ينصر 50 أسلوب تاني. لا بدها تكون الزيارة إلى هدف معين يعني كمان مثلا، يعني مش الفكرة أنه بس حزك مزك مثل ما عم بتقول حضرتك، يعني بده يكون هل هو رايح لإجراء ندوات معينة، حفلات معينة، كتابات معينة، إنتاج أفلام معينة، حتى لو زيارة. يعني أنه ليش نحن بدنا ننظر لهيدا العربي اللي بده يفوت على الأرض الفلسطينية ويقابل إخوانه الفلسطينيين اللي ما بيشوفهم إلا بالشتات، بدنا نعتبر انه زيارته كانت غلط؟ يقف على حدوده يختم له الاسرائيلي ويسمح له الاسرائيلي يفوت بالطلعه بالفوتي وبالطلعه. يعني في اعتراف بهالدوله اللي قامت على حساب فلسطين. يعني هي الموضوع رمزي، بس الرمزيه هون لها دلاله عمليه. انا معك، بس كمان نحن عم نترك شعب اعزل جوا، يعني بدل ما نفوت ونشاركه
عم نتركهم عزل، يمكن تضامننا ووجودنا وهيك بيخلق نوع من التفاعل الاجتماعي الجيد بيننا وبينهم. ما رح تقدر الملايين العربية تفوت على فلسطين يعني لحتى رايحة تنصرهم. بعدين ممكن ينصرهم الواحد بأساليب مختلفة يعني. أنا مش عم لوم واحد مطرب فات أو واحد فنان فات أو كذا، بس إنه هذا يصير حزك مزك رايحين جايين يعني إنه لا، هذا كمان في اعتراف ضمني وعملي فعلي ديفاكتو بإسرائيل. يختم لك جوازك يعني عسكري إسرائيلي ودرابك عسكري إسرائيلي كل الوقت، وما ما ما هالقد رح يعطيك حرية حركة. لحتى الله يرحمه محمود درويش كان يكره كثير قصيدة سجل أنا عربي، إنه قيمتها يقولها بفلسطين، أما يقولها ببيروت أو بالقاهرة شو سجل أنا عربي؟ ما كل الموجودين قدامه عرب. صحيح. فكمان نفس القصة، الرمزية كثير مهمة بالموضوع. هذا اللي بيختم لي جواز سفر الإسرائيلي، يعني الإسرائيلي اللي بده يختم لي جواز سفر عم بعترف فيه أنا إنه أعطيته باسبور يختم لي، يعني أنا معترف بوجوده ومعترف بدولته. صحيح. هذه القضية هون، يعني مش إنه العلاقة مع الشعب الفلسطيني، عم يجوا الإخوان الفلسطينيين ونستقبلهم ونحن عارفين إنه هن جايين من دولة الاحتلال، بس عم نعتبرهم إنه هن أصحاب الأرض وهن أصحاب الشرعية وهن أصحاب. بماذا يتوجه الأستاذ طلال سلمان إلى الشعب الفلسطيني الذي طالما تابع كتاباته وكان عاشقا لكتاباته؟ يعني هذا شعبنا أو أهلنا، منقدر حالتهم، منقدر يعني صمودهم العظيم، منقدر تضحياتهم المجيدة ومنعتبرها تضحيات من أجل الأمة كلها، من أجل حريتها، من أجل عروبتها، من أجل استقلالها، متأسفين إنه مش عم نقدر ننصرهم كما يجب بكل طاقتنا بكل جهودنا. مهما طال الزمن فلسطين لأهلها وفلسطين للأمة العربية، والكيان الإسرائيلي الصليبيين بيقوموا 200 سنة، ما بعتقد الكيان الإسرائيلي بيعيش 200 سنة. هلا صار عمره 60 سنة، يعني إذا وصلوا للمية بيكون شيء بيقهر، بس بعتقد ما بيكملوا. يعني مش بالمصادفة إنه رسوم ناجي العلي، رسوم ناجي العلي بتغطي مثل ما أنا بتغطي بالأرشيف ومثل ما أنا بتغطي بقلبي وبوجداني. هذا ناجي العلي، هذا هاي فلسطين بالنسبة لي. ف بعتقد ناجي العلي اليوم يعني موجود تقريبا في كل بيت، موجود في ضمير الشعب العربي كله سوا، كواحد من أعظم رسامي الكاريكاتير العرب، وواحد من أعظم اللي حملوا الرأي الفلسطينيين وخلوها تصير مقدسة أكثر عند كل العرب. أستاذ طلال سلمان، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء العميق والشيق ضمن هذه الحلقة من برنامج فلسطين في عيونهم.